هل ياسر. طب هل لكم تعليق على صفقات الاهلي؟ لا ما احنا لسه برضه الاهلي مش عارفين عايز ايه. الاهلي جاب داري سيرد باك المغرب، جاب يوسف ايمن، جاب عمر الساعي، وجاب يحيى عطية الله. دول الاربعه الاهلي جابهم. برافو عليهم. علي معلول جاب عطية الله، عبد المنعم جاب داري ويوسف دوت. اي واحد فيهم هيلعب هيبقى كويس ان شاء الله. شال مشي اليو ديانج جاب الساعي قبل كده، مشي حمدي فتحي. لا بس هو الساعي مش جايبه كده. اليو ديانج عبد الجليل، ايوه بس مش عبد الجليل، مش دعوه بالقصه دي خالص. عبد الجليل عبد القادر ما جاش وينج مثلا. اللاعب قادر مش من الاساسيين يا كابتن، بس كان مؤثر. مؤثر بس انا عندي خمسه سته زيه يعني. ينزل بيرسي تاوي يبقى كويس. بتبرتم تقول يا حد بقول ايه؟ بقول ايه؟ اول ما حد بيعمل كده ابو لهب خلاص. مش ابو لهب دلوقتي عندنا منه كتير. ايوه ازاي؟ ايوه ما هو ما كانش بيلعب. مين ما كانش بيلعب؟ كتير. ايوه حسين الشحات اللي بيلعب وبيرسي تاوي كان بيلعب خمس دقايق ولا سبع دقايق، كان بيقلب الدنيا وبيخلي الفرقه. انا مش جايب لعيب يلعب لي خمس دقايق بيشو. انا عايز لعيب يلعب لي خمس ست ماتشات. طب عبد القادر طبعا ده لعيب 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 كارثه، لعيب تقيل جدا. عندنا منه كتير. ما انا بقول لك عندي خمسه زيه، فلما يمشي مش هيأثر. بص عبد القادر، ما هو الاستاذ بيقول لي ما جابوش. ما انا عندي ماشي حسين. ماشي بمزاجه وغصب عن اي حد. لا 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 طيب خلاص انسى. ماشي. ليه بتقول كده؟ اقول لك الترس مركبش في الاهلي. اسكت. انا بقول لك على المطبخ جوه. مطبخ عبد القادر اخر فتره مشاكله كتير مع الراجل، والراجل ايوه مشاكله كتير. بس عبد القادر لعيب كبير، ما في اختلفناش. عبد القادر من احسن يا اخي. ده انا ما انت لسه بتقول يا عبد الجليل ده الراجل ما بيلعبش ومش مؤثر يعني. طول الوقت عبد القادر مختلف في ايه؟ ايوه لعيب كوره. وحسين لعيب كوره. لا لعيب مؤثر بيقدر يغير نتيجه ماتش. لا لفرقه ما عندهاش حد، انما فرقه فيها سبعه ثمانيه. لا بقول لك مين زي عبد القادر في الفينال الاهلي؟ لا الاهلي. ايوه مين قلت لعيب عنده طرفين هنا وطرفين هنا؟ مين زي عبد القادر سؤال في الاهلي؟ مين ايه؟ مين زي عبد القادر في الاهلي؟ ما في حسين بلا بنية عبد القادر. ابيض. مين في الكواليتي بتاع عبد القادر؟ الله. وحسين الشحات ده ايه؟ بيرسي تاو ده ايه؟ مش بيرسي تاو مين؟ هو بيرسي تاو جه؟ جه منين؟ ده بقاله سنه مش موجود. مش متقاعد معانا يا ابني. هو اللي جاب بطوله افريقيا اللي فات. فين هو؟ انا بكلم الراجل بينزل بينتج. عبد القادر بيرسي تاو موجود. ايه؟ وحسين موجود وطاهر موجود. انت ما تعرفش بقى بيرسي تاو جه؟ ما يعرفش. بيرسي تاو خلاص مش تعرفش. ما مشيش ولا حاجه. موجود. موجود في ايه؟ انا عايز اقول لك، انا لما مشي بن شرقي من الزمالك انا ما عنديش. انا ما مشيتش بن شرقي. بن شرقي عقده خلص يا جماعه، عايز مبلغ معين. ما جالوش خلاص مشي. عقده خلص. ايوه ما جبتش زيه. ده ياثر. اجيب مين؟ اجيب انما لما عبد القادر يمشي. انا مش حاسس بحاجه، لان عندي حسين مكانه، عندي طاهر مكانه. هو حسين بس من مستقيم على طول. من اسباب يا كابتن قوه النادي الاهلي ان عنده ده سنتين دول، ان عنده بدال كتير. البديل فلازم ما يقلش على اللي جوه الملعب. لازم لعيب يمشي تجيب. ما تقولش ما انا باقي عندي اربعه، باقي عندي ثلاثه. لان كده انت جيت في وقت. خد بالك عبد القادر كان مصاب، بيرسيتاو كان مصاب، طاهر كان مصاب، لدرجه ان انت اضطريت تلعب بعمر كمال عبد الواحد وكريم فؤاد وكريم فؤاد. انا معاك. خد بالك وقده. ما انا بقول لك ما اختلفوش عنهم. هو مين اللي قد؟ لا ما هو دي الميزه كانت مين اللي قد؟ ما كواليتي عالي. مين اللي قد؟ كريم فؤاد قد فين؟ لا في الطرف لما لعب وينج. كان بيلعب وينج رايت. لعب وعمر إيه؟ كمال ده ما قداش. ايه كريم فؤاد اي حد فيهم بيلعب بحس انت بص يا جليل، انت بتحط الحاجات كلها مره واحده كده، فمش مش هعرف الم. كريم فؤاد قد فين؟ قد هو لعب اصلا شويه صغيرين. كريم فؤاد يعني ما يعني قد فيهم ولا ما قداش؟ طب قد فيهم يبقى استمر. اتصاب هنعمل له ايه؟ طب يعني انا ما هو دي حاجه بتاعت ربنا. طب اعمل له ايه؟ ما لعبش خالص. ما لعبش بقى. اقيمه ازاي؟ اقيمه ازاي يا شباب دلوقتي؟ هو ما لعبش ومصاب. اقيمه ازاي؟ عشان لعب مثلا ماتش ولا 40 دقيقه في ثلاث ماتشات اقول الراجل قد ده؟ ايوه يا كابتن. بيلعب في الاهلي يا عبد الجليل. اشتغل يعني. ما كانش بيلعب ومش باين وحش وقعد تاني. لا الراجل انت بتتكلم بتقول الناس دي زي الناس اللي في الملعب ولما لعبوا قدوا. الراجل ما لعبش اصلا. الراجل مصاب. زي ما حسيت بفرق. عمر كمان لما لعب سيرد باك الراجل قال لك انا اسف. الراجل الراجل اللي هو الخواجه انا اللي لعبته. لا هو بيتكلم لما حصل مشكله اصابات في الوينج. هو عمر كمال لعب وينج وادى، وكريم فؤاد لعب وينج وادى. قصده كده؟ لا عمر كمال ده بره التقييم. قيمه من يوم اللي هو كلاس ايه في الفرقه. عمر كمال انت مقتنع بيه؟ طبعا. شوف يعني لعب كام دقيقه ولعب كام ماتش وعمل ايه وانتاجه ايه؟ ده بينزل يجيب اجوان. كام واحد في الاهلي كلاس ايه؟ في الاهلي؟ معظمهم. معظمهم ايه؟ الناس ال 11 اللي في الملعب وسبعه على الدكه. اي سبعه على الدكه وال 11 كلاس ايه؟ تمام؟ صح. لكن برضه شوف بالرغم من كده نادي الزمالك كتيم كتيم لولا يعني يبقى فيها شويه ثقه بس يقدروا يكسروا الفرقه دي. ما كابتن مين؟ لكن كافراد لا النادي الاهلي. طب ما هو مين قال عكس كده؟ مفيش ما هو الزمالك ده الفانيلا نفسها فيها ثقه 40% ولا 50% من اداء اللعيب في الملعب فانيله الاهلي والزمالك. مظبوط.
اهو يبقى اللي يجي يلبس فانيله نادي الزمالك لازم يبقى ده. ان اي لعيب اهلي وزمالك لما بتنقل نادي تاني جوه مصر في حته تانيه المستوى اقل، لا مستوى بيقل مهما يعمل. كل الحاجات المساعدات والدوافع اللي بتبقى معاه مش موجوده في قطاع اسلحته. الجمهور ده 30% من باور اللعيب طبعا في اي ماتش. تيشيرت الفرقه ال 30 التانيين، انت بقى اشتغل ال 20 التانيين بقى طبعا اللي عندك، وال 20 التانيين فهلوه. رمضان صبحي بقى له 3 سنين بيحارب في بيراميدز ويعدي ويرقص وجوان ولا حد داري. لا هو اصل رمضان برضه مش مطالب هناك بحاجه ومحدش يضغط عليه. جماهيريه يا كابتن، الكوره جمهور. يوسف اسامه ده مش جه يوم عليه، كان يوسف اسامه راح يوسف اسامه فاكر والفرود المنتظر وينزل ماتش الاهلي يعمل كده ويعمل كده. الجمهور الجمهور والثقه راح. انا مش انا دلوقتي ماتش الاهلي انا فاكر فيريرا نزل ولا كان فيريرا سحب الكره عملها بالعرض، نزله اخر 10 دقائق لو تفتكر. قلب الدنيا سيف جعفر الماتش ده خلص 2-2 انا فاكر، هو اللي عمل الجول. صلاح محسن جاب الجول الثاني. ده الماتش اللي الزمالك خد بيه الدوري. لا انا بتكلم على الكاس، الماتش الدوري 2-2 للدوري. والله العظيم بنتفرج على الماتش قلت يا جماعه الزمالك لو تعادل في الماتش ده كل سنه طيبين عادي. بشير انا لعبت في الاهلي والزمالك، انا فاكر الماتش ده. ايوه بشير انا لعبت في الاهلي والزمالك. اما بتلبس التيشيرت هنا او هنا لا خدت تتكلم فيه تمشي في الدنيا وبتاع حاجه محترمه. رحت فرقه يا عيني بطلت فيها كده اخر 6 شهور. عبد الجليل ده بتكرر ايه؟ ماشي ما رايح حد عارف بتكرر ايه يا عبد الجليل؟ ما هو كابتن ما هو في العالم كله كده كابتن. يعني لو انت لابس تيشيرت ليفربول زي نوتنجهام فورست زي استون فيلا، تيشيرت مانشستر يونايتد زي، لا انا لما كنت بلعب في الدرجه الثانيه في غزل دمياط ونروح نلعب فرقه انت بتبص على لبس الفرقه الثانيه او المصحف لبس بس كبيره يا كابتن. الجماهيريه دي مختلفه وشكل اللعيبه. فاكر البلاستيك زمان كان شفة وكان في ولد من عندنا اسمه الله يرحمه يعني كان بيلعب على كابتن الخطيب يقول يا عبد الجليل انا واقف بشم البرفان وبتفرج على الخطيب كده وهو رايح جاي. طب ايه طب بلاش دي. لا انا شخصيا انا خلاص بقالي 4 5 عندي منتخب بكره. فيليكس كان بيمشي من جنبي كده سهم فيليكس ابو وائل غزو بيقطع فيليكس تقيل يا كابتن. كان لعيب كبير فيليكس. لعيب كبير ايه ده؟ بص انا حسيت ان احنا ما بنلعبش كوره، كنا بنلعب في درجه ثانيه. فيليكس في كاس كان عنده 18 سنه هو بيجري جنبك كده ريح. لا ازاي هما دول بيتمرنوا بياكلوا حاجه مثلا معينه؟ اه والله العظيم كده فيليكس في التمرين لما ده مع تشيرتي الاهلي مع الناس دي. بس هما كانوا بياكلوا حاجات مختلفه الجمبري الجامبو. لا بتمرن يعني في ناس بتفهم بتمرنوا. لا ناس لا عندها فكره الاهلي احنا بنتمرن ايه يقطع وطفش واسلم. اه في الدرجه الثانيه كده. اما حدش كان يعلمك كوره اول دي حقيقه.